مشاهدونا في حلقة الأطباء السبعة فوبيا اللاب كوت. أمهات نفسهم دائماً بيحكوا للأولاد اعمل الشغلة الفلانية ولا باخدك على الدكتور بعطيك إبرة. خرافات التغذية بالذات اللي بيعتمدوا على الإنترنت عشان إنه ينحفوا. جهاز علاج البواسير وبيتم فيها إنه توجيه الأشعة على كل المنطقة بجلسة واحدة. من أمراض الحيوانات الأليفة رح نحكي عن أول مرض اللي هو أكثر مرض بجوز مشهور اللي هو السعار أو داء الكلب. عدم انتظام ضربات القلب طبعاً إذا ما المريض ما تعالج بعد فترة ممكن يصير هي عملية الجلطة الدماغية. ومواضيع أخرى تشاهدونها في الأطباء السبعة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الأطباء السبعة. اليوم موضوعنا الفوبيا. الفوبيا بالعربي الرهاب أو الخوف الغير مبرر. زيد نغم عندكم فوبياز؟ أحكي أنا ولا أحكي أنت؟ أنا بخاف من الأماكن العالية. والله وأنا كمان بخاف من الأماكن العالية. أنا بخاف من طبيب الأسنان، ما بروح على طبيب الأسنان بتاتا. يعني بدك تجري جر حتى أروح على دكتور أسنان. خوف ولا؟ خوف بخاف بخاف، يعني ما بصير قلبي يدق قبل ما هذا لما أسمع أنه لازم أروح على دكتور أسنان. كل العلاجات هاي اللي واحد بقدر يعملها بالبيت بعملها، بحط معجون أسنان على الها ولا أروح على دكتور أسنان. أنا على مستوى أن الأسانسير الإزاز إذا بطلع فيه كتير بكون خايفة. أنا برجع لورا هيك، برجع لأخير وبحاول ما أتفرج تحت. بس أنا الدكتور أسنان بخاف من صوت الصوت هاي سززز والإبرة اللي هالقد يا رجل. هلأ في عنا فوبيا من الوايت كوت، درسنا عنها بكلية الطب زيد صح؟ صحيح. شفتها بالممارسة؟ كتير للأسف بنشوفها غالباً عند الأطفال، بس اللي أنا بلاحظه بمهنتي عند الكبار كمان بتصير برضو. أول ما يشوفوك داخل عليهم بالغرفة وانت لابس اللاب كوت بجلسوا. أنت بتلبسي لاب كوت نغم بالعيادة؟ هلا مرات عشان اكون متانقه يعني بكون لبسته، بس ما انت عارف في دراسه هاي اللي طلعت قبل فتره صار لها انه الوايت كوت من احد اسباب انه بتنقل العدوى بين صحيح المرضى صحيح وهيك صحيح. فهو اصلا من ناحيه الهايجين الافضل انه ما نلبس وايت كوت، بس عشان الاناقه مرات تعطي مظهر لحالك بالعياده بتلبس. هلا انا اشتغلت فتره في بريطانيا وما كنا نلبس وايت كوت بالمره. أهم سبب كان مشان زي ما حكى الدكتورة نغم مشان العدوى، وكمان مشان مشكلة الرهاب هاي إنه الناس بخافوا من المريول الأبيض، وكان يستعرض عنها بس إنه في باجة مكتوب عليها اسمك معروف مهنتك وإنك طبيب وإنه هذا مخلص. وكانوا يعني يستعيدوا عنها فيها. هو السبب الأصلي إنه الأطباء كان يلبسوا اللاب كوت واللي هلا إحنا بعض الأحيان نلبسه، إنهم ما يوسخوا أواعيهم اللي لابسينها، لأنه بتعاملوا مع المرضى بتعاملوا مع السوائل تبعت المرضى وممكن تطرطش على ملابسهم. صح. بس استعاضوا عنها هلأ بأنه يصير يلبسوا البيجامة الطبية مثلاً. أو الإيبرون بلبسوها. يعني مثلاً أنا لما كنت بكندا كنا نلبس السكربس اللي هي البيجامة الجراحية، وكل يوم البيجامة هاي آخر النهار قبل ما تروح أنت بترميها بسلة الدراي كلين وبتروح. ثاني يوم لما تيجي الصبح بتغير أواعيك بتلبس واحدة جديدة. وهكذا كل يوم، بحيث أنك ما بتنقل الالتهابات والعدوى، وبنفس الوقت ما بتلبس لاب كوت. صح. بس في ناس بيقولوا انه حتى تميز انك طبيب بتلبس الوايت بلبس اللاب كوت، في منه هذا؟ ما هي هاي الشغله. هلا مرات انه هو زي ما حكينا معناته على المظهر اكثر من انه هو مهم لاشياء صحيه. هلا هو المشكله انه في هي بحس زي ما بيحكي هلا زيد انه كبار بيكونوا بخافوا. انا بتخيل انه هدول الكبار من هم صغار اوريدي كان عندهم خوفه، مثلا الابره كان الدكتور يعطيها كان يلبس المريول الابيض، ضله الطفل انه معلق الابره والوجع بالمريول الابيض، فكبر ضله يخاف من هذا الحد اللي لابس المريول الابيض. غير انه الامهات نفسهم دائما بيحكوا للاولاد اعمل الشغله الفلانيه ولا باخذك على الدكتور بعطيك ابره. هاي بتنمي فيهم خوف شديد من الطبيب. طيب نغم كيف تتعاملي انت مع الموضوع اذا اجاكي طفل صغير وعنده هذا الخوف الرهاب من الوايت كوت؟ هلا طبعا انا هذا الشيء هلا عم بشتغل عليه مع بنتي صغيرة. كم مرة راحت على بديش أحكي مين، وكانوا يعطوها الإبرة من غير أي حكي ولا إشي، وكانوا يكون لابسين مريول أبيض، فصارت أول ما ندخل على حدا لابس مريول أبيض من قبل ما يعملها أي إشي حتى بده يسلم عليها تفقع بكا. فأنا أول إشي جبت لها حجمها إلها مريول أبيض بالبيت، وأنا عندي مريولي الأبيض فبلبسه بنقعد أنا وياها بنلعب مع بعض كذا. فهذا الإشي ممكن الدكتور يطبقه، يا إما ما يلبسه أصلا أو مثلا يلبسه في وضعية إنه ما حيعطيها إبرة إنه عشان ما حيوجعها. الناس اللي مع
حدا كبير مثلا، انا رايي انه يصيروا مثلا يحكوا له انه هذا إشي عادي، طمنوه كذا، يعني مش انه غصب يغصبوه او يجبروه اظن يروح انه يقابل هذا الدكتور. هو اللي حضرتك تفضلتي فيه انه في علاقه مباشره بتصيروا يربطوها المريول الابيض والابره والالم، فاذا هاي العلاقه حولنا قد ما بنقدر نفصلها يمكن الناس بيبطلوا يحسوا بهاي المشكله. انا شاطر كثير فيها. اول شيء مش انا اللي بعطي الابره، بخلي حدا ثاني. ثاني شيء دائما دائما بكون عندي حلويات للاطفال بالعياده، فيعني كل ما يجي عندي طفل بيجي بنبسط انه جاي عندي لانه راح ياخذ حلوى. والكبار و... طب هاي حلوى للصغار. والكبار كمان بيحلوا. بس الحلويات يمكن مش اكثر شيء صحي. العاب خلي عندك أبداً. العاب شيء العاب هادفه. هلا اذا انتم شفتوا كمان في كثير ناس عم بيعملوا مريل وكل شيء طبيه بس بالوان زيتي وزهري وبيج واخضر وكذا، احنا يمكن لسه ما جبناها على الاردن بس انه موجوده هلا. موجوده والله. حلوه يعني. صحيح بس يمكن الابيض لانه بيلمع. هو اهم شيء تعاملك انت مع المريض وخصوص الطفل انك تكون صادق معه. يعني اذا بدك تعطيه ابره ما تقول له انه هاي ما بتوجع وراح توجعه. فيعني هذا التناقض بالتعامل مع البيبي ومع اي مريض ما لازم يكون عند شخصيه الطبيب. ما في مصداقيه بصف، لانه ببطل هو يصدقك وبعدين بصير اللاب كوت عنده مرتبط بحدا كذاب وبيوجع. فيعني ما لازم انه ابدا بدك توجع المريض تقول له راح تتوجع بس الوجع هذا محتمل وكذا كذا كذا. بتعرف قديش الموضوع سيريس انه مثلا مرات مرضى ما عندهم ضغط وممكن يروح على الطوارئ بس يشوفوا الدكتور اللي لابس مريولي يقيسوا ضغطه يلاقوا ضغطه كثير عالي. صحيح. يعني الموضوع جينيوين، يعني مش بس انه عم بتدلع. يعني مرات احنا بنفكر انه مثلا هذا عم بتدلع المريض او كذا، لا هو الموضوع جوهري وفعلا موجود واحنا لازم نتعامل معه بعقلانيه. يمكن الرساله اللي بدنا ناخذها من هذا الحكي كلياته انه بدها توعيه، انه الطبيب موجود يساعدك مش عشان يخوفك. المريول الابيض ما له علاقه، الهدف الاول والاخير هو علاج المريض وتحسين حياته. فان شاء الله بنتمنى لكم كلكم حياه خاليه من الرهاب او الفوبيا، وبنشوفكم فقراتنا التاليه. الجسم الرشيق هو هلا حلم كل انسان. كثير في خرافات صارت حولين هذا الموضوع. احنا هلا رح نعرف اكثر مع الدكتور ريم. ريم كيفك؟ الحمد لله تمام. شو رح تحكي لنا هلا عن الخرافات اللي هلا طالعه عن الدايتس وعن تنحيف مناطق معينه بالجسم؟ في كثير هلا اشياء شفناها على النت وعلى التلفزيون بتحكي لك انه في دايت معين اذا انا بدي انحف مثلا الارداف او البطن او حتى الذراعين. هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ لا هو مش مزبوط. يعني هاي برضو من هاي من الشغلات اللي عم بضيع كتير ناس بالذات اللي بيعتمدوا على الانترنت عشان انه ينحفوا. بنشوف كتير وكل يوم بنسأل نفس السؤال انه شفنا دايت مثلا بينزل فرضا منطقة البطن، او بدي دايت مثلا بس ينزل لي منطقة الارداف بس يترك مثلا انا من فوق نحيفة. طبعا هذا الشيء مش موجود، يعني علميا مش موجود على ارض الواقع مش موجود فعليا. الواحد لما بده وزنه ينزل بيكون نزل لانه إما بيكون مثلاً حرق سعرات أكثر من اللي عم يتناولها، أو عم يتناول سعرات أقل من اللي عم بيستهلكها جسمه. هاي السعرات اللي الجسم عم بيحرقها ما بنقدر إحنا نتحكم من وين ننزلها. يعني توزيع الدهون بالجسم عند أي شخص بتحكم فيه جينات الشخص نفسه. يعني دائماً بقربها للناس أكثر إنه أنتوا لما مثلاً نصحتوا هالخمسة أو عشرة كيلو اللي أنتوا بدكم تنزلوهم، يوم ما نصحتوهم هل قدرتوا تحدد وين تنصحوهم؟ يعني قدرت بالضبط. نفس الشيء موضوع انه انحفهم، ما في دايت بينزلكم من جهه. انتم لما حتعملوا الدايت مثلا حتنزلي مثلا 5 كيلو، جسمك رح ينزلهم اكيد من مناطق اكثر من مناطق ثانيه. جيناتك هي اللي رح تحدد بالضبط من وين انت رح تنزلي اكثر. حتى لو اتبعت مثلا نظام رياضي معين مثلا انه انحف هاي المنطقه اكثر من منطقه هلا تانية. حتى بالرياضه اللي هي فكره السبوت ريدكشن، هلا في شغلتين الناس ما بتفرق بيناتهم بموضوع الرياضه، انه ما فعليا ما في رياضه بتنزل منطقه. يعني مثلا في ناس بتهيئ لهم انه تمارين المعده بتنزل منطقه الكرش، لا هي ما بتنزل الدهون الموجوده بهذيك المنطقه. بس بنفرق بين فكره اني اعمل رياضه لمنطقه معينه عشان انزل الدهون بهذيك المنطقه او عشان ابني عضل بهذيك المنطقه. يعني مثلا تمارين المعده نعم اكيد رح تستهدف عضلات المعده ورح تبني عضلات للمعده اكثر، يمكن بتزبط الشكل اكثر مما انها بس الدهون. ما بتحرق الدهون بس الموجوده بالمعده. بالاخر انت يوم ما عملتيها برضه حرقتي كالوريز، وهي الكالوريز رح يعني رح تنزل من الدهون اللي موجوده بكل الجسم، بس فعليا انت مرنتي هذيك العضله بالاخص. فبدنا نفرق بين انه انا اعمل رياضه
بمنطقه معينه لامرن العضله هناك او لانزل الشحوم المتراكمه بهذيك المنطقه. طب الاعشاب اللي طالعه هاي كمان انه بتنحفك ومش عارفه ايش؟ هلا معظم الاعشاب اللي اذا حدا اخذ اعشاب وبقول لك مثلا نزل وزني، طبعا عم نحكي عن وزن كرقم بس، هي معظمها او حتى كلها فعليا الوزن بتعمل اسهال بالجسم، هو هذا فعليا بيكون اثرها على الجسم. من اللي السنمكه هي اكثر شيء هلا يعني اكثر عشب الناس بتاخذها عشان تنحف، طبعا هم بينبسطوا لانهم تلاقيهم مجرد ما ياخذوها بعد يوم او يومين بتلاقيهم نازلين كيلو او 2 كيلو. يعني هي الفكره بس انها بتعمل اسهال، فالجسم طبعا بيفقد سوائل وهي مي، فهي السوائل طبعا بتنعكس على الوزن، بس هي ما بتكون حرق دهون ولا شيء، اكيد مش دهون ومش نقصان حقيقي، يعني مجرد ما انه الواحد يشرب مي طبعا راح يعوضها. ومش بس هيك، هي المشكله للناس اللي بتتعود عليها عشان تنزل وزنها، بعد فتره مع الاسهال المتكرر طبعا راح تعمل كثير مشاكل بالامعاء. في ناس كثير اذا عودوا جسمهم عليها بتلاقيهم بمجرد ما يوقفوها بصير عندهم امساك امساك مزمن لانه الامعاء تعودت عليها. فطبعا ما بنصح اي حدا فيها، لانه زي ما قلنا اول شيء الوزن مش حقيقي اللي عم بينزل، سوائل، غير هيك رح ينزل مع السوائل هاي رح تنزل كثير من الاملاح المعدنيه اللي موجوده بالجسم اللي مفيده يعني بالضبط. طب هلا المنتجات اللي نازله بالسوق اللايت والدايت وحتى مثلا بقول لك الجبنه هلا صار في منها لايت وفي منها العادي، هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ بنحف فعليا ولا مش مزبوط؟ صراحه لا، يعني انا بالنسبه لي من وجهه نظري بعتبرها زي خدعه تجاريه. الشركات اللي عم تعمل هاي الشغلات بتعتمد فيها اكثر على انه الناس ما بتطلع، يعني دائما بحكي للناس انه حاولوا تصيروا تعرفوا تتعلموا وتقروا الفود ليبلز اللي بتكون موجوده على المنتجات. لو الناس انتبهت احيانا كثير يعني ممكن تلاقي نفس المنتج الفيرجن اللايت منه او مكتوب عليه دايت او حتى مثلا مكتوب عليه شوجر فري فات فري، لما يقروا الريجولر برودكت يعني المنتج الاصلي ويقارنوه بنفس المنتج بس بيكون مثلا لايت او دايت، احيانا كسعرات حراريه يعني الفرق بينهم لا يكاد يذكر، يعني ممكن بيكون اقل دهون مثلاً. ممكن اقل دهون بس مرات هم عشان مرات احيانا في كثير منتجات اذا انا بشيل الدهون منها بضطر عشان اقدر احافظ على التكستشر تبعها والطعمه، احيانا بضطروا المصانع تضيف اضافات ثانيه، هاي الاضافات ممكن يكون فيها سكر اكثر، ممكن يكون فيها سعرات اكثر. فاوكي هي صح مرات في اشياء مزبوط بتكون مثلا فات فري بس ما بتكون شوجر فري. الناس بتهيئ لها انه فات فري معناها شوجر فري معناها كالوري فري، فانا بقدر اخذ منها قد ما بدي, لا بالعكس، يعني اذا عم تقري كثير دراسات بتقول لك انه معظم الناس اللي عندهم وزن زياده كثير بيعتمدوا بحياتهم اليوميه على المنتجات اللي بتكون مخففه او مكتوب عليها لايت او دايت، لانه هم بتهيئ لهم انه انا قد ما اخذتها بقدر ما رح أزيد بالضبط. فعشان هيك دائما بقول للناس إنه انتبهوا، يعني هاي منتجات ممكن مين يستفيد منها، مثلاً شخص إنه عنده سكري فرضاً، أوكي بده ياخد المنتجات مثلاً ما بيكون فيها سكر، بس مش معناها إنه ما فيها سعرات حرارية. اللي بده ينزل وزنه لازم يهتم بكل المكونات اللي موجودة بالمنتجات. شكراً كثير لك ريم. العفو، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات، وهلأ متابع معكم فقرات الأطباء السبعة. هلا انا بالعياده واليوم بدي افرجيكم اجراء كثير بتيجينا اسئله انه كيف بيتم هذا الاجراء، فراح احاول قد ما اقدر انه ابين لكم كيف بيتم وقديش هو سهل هذا الاجراء. واكثر موضوع انا بحكي عنه دائما اللي هو موضوع البواسير، وزي ما بنعرف بشكل مختصر البواسير هي 4 درجات، اولى وثانيه ما بيكون فيها لها اعراض، ولو بده يكون فبيكون ممكن يكون نزيف. الدرجه الثانيه بتطلع لحميه الباسور لبرا وبترجع لحالها، درجه ثالثه المريض بيضطر هو يدخلها لداخل قناه الشرج، ودرجه رابعه بتطلع ما بترجع لحالها ولا حتى لو حاول المريض انه يرجعها. فانا اليوم رح احكي عن جهاز يستخدم من السبعينات لعلاج الأولى والثانية إلى حد ما الدرجة الثالثة. هذا الجهاز هو جهاز الأشعة تحت الحمراء الإنفراريد كوأجيليتر. هلأ هذا الجهاز يعني مبدأه بيقوم أنه في أشعة تحت حمراء وليس الليزر، كما أنه متعارف ما بين الناس بشكل عامية أنه أنا رحت على الدكتور وعملت جلسة للبواسير الليزر، هذا مش ليزر، الاثنين إجراءين بيفرقوا عن بعض. ميزة هذا الجهاز إنه بيتم داخل العيادة، ما في داعي لبنش، الفترة المدة عشان نعمل الإجراء بتتراوح ما بين 3 دقائق ل5 دقائق حسب قديش مرتاح المريض، وبيتم فيها إنه توجيه الأشعة على كل المنطقة بجلسة واحدة.
بالعادة المريض بيحتاج من جلستين إلى 3 جلسات حتى يقضي على الموضوع، لكن من سيئاته أنه نسبة رجوع البواسير فيه أعلى من الطرق الثانية لعلاج البواسير. يعني إحنا بنحكي هلأ مع بعض عن تقريباً نسبة 30% أنه ممكن يرجع البواسير. طبعاً ما بيرجع مباشرة بعد ما تعالج، ممكن يرجع بعد فترة، وكل ما المريض ساعدنا وساعد أنه يحسن من حياته وسلوكياته، يعني بعد عن الأسباب التي أدت بالمكان الأول أنها تعمل عنده بواسير، بعد عن هاي الأسباب، فهو بيساهم أنه يبعد أنها ترجع له البواسير. تمام. هلا انا بدي افرجيكم كيف هذا الاجراء احنا بنعمله بالعياده. بالعاده بيجي المريض بيكون مجهز حاله، ما بيكون ماخذ اي ملينات او مسهلات، بنستخدم المنظار، في عندنا هون ديسبوزبل اللي بنكب من استعمال واحد، والريوزبل اللي بنعقمه. تمام. هلا هو هذا فقط الجزء اللي شوي غير مريح للمريض، انه بنضطر ندخل المنظار داخل قناه الشرج. بعد ما يرتاح المريض وياخذ نفس، احنا بندخل طرف الجهاز هاد زي ما انتم شايفين، وهذا هو اللي فيه البيم اوف ذا انفراريد لايت. طبعا انا مش عارفه هذا اذا بقدر اطلعه على الكاميرا او لا، بس هو فعليا زي هيك، وبفصل بعد ثانيه او ثانيتين حسب انا قديش بوقت الجهاز وحسب درجه البواسير اللي بشوفها داخل قناه الشرج عند المريض. المريض بعد الإجراء بيقدر إنه يروح على البيت مباشرة، ما بيحتاج أي مسكنات، ولو حس بعدم الراحة ممكن نعطيه الباراسيتامول، حبتين باراسيتامول كل 6 إلى 8 ساعات. طبعاً ممكن يحس شوي في نفخة في بطنه، لكن هاي ما إلها علاقة بالجهاز، إلها علاقة أنه أنا حطيت منظار في قناة الشرج فظلت قناة الشرج مفتوحة لمدة 3 دقائق، ممكن يكون دخل هواء، هذا ممكن يعمل شوي انتفاخ في البطن. المريض بفضل انه يضل اول كم من يوم على ملينات عشان ما يشد، بعد اسبوعين يلا بنقدر نعمل الجلسه الثانيه. فهي احد الاشياء كمان اللي هي المرضى اللي جايين من برا البلد عشان يتعالجوا، يعني لازم يعملوا حسابهم، اما يضلوا مره واحده لفتره طويله او يسافروا ويردوا يرجعوا، بينما طبعا اللي موجود داخل البلد فما رح تفرق معاه انه خلال اسبوعين لازم نعيد هذا الاجراء. وهذا كل شيء بقدر احكي لكم اياه، بتمنى انه الفكره وصلت عندكم وجاوبت على أسئلتكم اللي دائماً بتبعتوا لنا على الصفحة، وأهلا وسهلا فيكم وبكل أسئلتكم طول الوقت. في حال وجود البحة لمدة تتجاوز أسبوعين، من الضروري مراجعة طبيب الأذن والأنف والحنجرة، لأنها ممكن تكون مؤشر على وجود اضطرابات عضوية على الأحبال الصوتية مثل النتوءات اللي ممكن تكون موجودة وتأثر على جودة صوتنا. لا، مش هذا هو البس اللي بتشوفوه معي على سناب شات، هذا البس اسمه نوفمبر، واليوم رح أكون أنا ودكتور نسيم حتى نحكي أكثر عن بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. هي أمراض ممكن مش كتير قليل كتير، بس رح نذكر أنا ودكتور نسيم بعض هاي الأمراض. أهلا فيك دكتور. هلا بيك. لو نحكي بريف يعني. بالحقيقة الأمراض المشتركة بين الحيوان والبشر كتير، يعني مخاطرها أقل حتى من لما تروح على المول مثلا تلتقي بكتير ناس، لأنه أمراض مشتركة بين البشر كثيرة مقارنة بالأمراض بيننا وبين الحيوانات الأليفة. رح نحكي عن أول مرض اللي هو أكثر مرض بجوز مشهور، هو السعار أو داء الكلب. هو أحد من الأمراض الخطيرة من قديمة جداً بتاريخ البشرية، تقريباً هي من أكثر الأمراض اللي قتلت بشرة بتاريخ البشرية. نقدر نحكي بزمان إحنا بنحكي صح؟ بالضبط. تمام. الحلو بالموضوع أنه حالياً في وقاية منه، اللي هو عن طريق اللقاحات. الخطر موجود عادة من الكلاب الضالة الموجودة برا، وعم بتم تحكم بالمشكلة هاي حالياً. اوكي. المرض الثاني اللي بنقدر نحكي عنه، طب بدايه بدنا نحكي عن داء الكلب. هلا ايش صارت يعني لما ياخذ القط او الحيوان الفاكسين بيحمي الحد اللي عايش معه في البيت منه؟ هلا واحد بدنا نعرف انه المرض بيصيب كل الثدييات بشكل عام. اوكي. في لقاح موجود عند طبيب بيطري طبعا بيحمي الحيوان من المرض هذا. اوكي. وعاده في اجراءات معينه كمان اذا الكلب او البيس تاعنا انعض، فعاده بيتم زياره طبيب بيطري مشان يعطي العلاجات او الوقايه اللازمه مشان ما يصيب الحيوان تاعنا داء الكلب. اوكي تمام. الموضوع الثاني او المرض الثاني اللي هو بنحكي نحن عن البراغيث والاراد، كمان مش مشكله كثير كبيره. هلا البراغيث والاراد معظمها بتكون متخصصه بدم معين. أوكي. فيعني البرغوث اللي بيكون على بسنا ما بحب دم البشر، بحب دم البسس، ففي حال وجود عندنا بس بنكون نسبيا محميين. اوكي. بس في حال ما كان بس موجود عندنا او كميه البراغيث او الاراد كثير على الحيوان اللي عندنا موجود بالبيت، ممكن ينتقل لنا مشان يتغذى على دمنا طبعا. أوكي. طبعا لازم يتم سمع نوفمبر سمع الموضوع بده يهرب على صراحه. لا نوفمبر امورك منيحه انت تخاف. اوكي. طبعا في طرق للوقايه والعلاج من البراغيث والاراد. اوكي. طبعا بيعتمد على الحيوان على عمره
على المنطقة اللي بكون موجود فيها. فالبس اللي بعيش مثلا داخل البيت العناية فيه مختلفة عن اللي بعيش برا وجوا. الكلب العناية مختلفة كيف مثلا مختلفة داخل البيت؟ يعني مثلا اللي داخل البيت ما بيحتاج كل شهر ياخذ مثلا دواء البراغيث مقارنة بس بيطلع وبفوت. لازم كل شهر ياخذ الجرعة الخاصة لحمايته من البراغيث. اوكي، مرض ثالث. المرض الثالث بنحكي عن الديدان المعوية بالكلاب والبسس، منها الشرطية ومنها الاسطوانية. عادة بيعتمد على اكثر، بتنتقل للبسس من اكثر من طريقة. واحد، اول ما نجيب البس او الكلب من المحل عادة بكون حامل للديدان، نعتبر نحن انه بكون حامل للديدان. فطيب بيطري اول اجراء راح يعمله هو يعطي علاج للديدان للحيوان اللي يفتانا، وبعديها بيمشي على جدول معين مشان يكمل الوقاية. اوكي، هلا عادة الديدان الشرطية بترمي البيوت تاعتها على حوالين منطقة الشرج بالبس او الكلب، وبتم طبعا هو ماشي بصير يقع بالمنزل. وبين عادة زي حب الرز بكون على البراز تاع الحيوان اللي هاي ساين لان اذا شفناها انه ننتبه لهذا الموضوع دائما. وفي طريقه كمان لعلاجه مختلفه عن الوقايه، العلاج باخذ كورس نحكي مره بعدها ب 14 يوم كمان مره، طبعا حسب الدواء، بس نحكي نحن عن ادويه الموجوده في الاردن غالبا مره، بعدها بنعاد بعد اسبوعين. وفي عندنا الوقايه بيتم اعطاء العلاج مره كل 3 اشهر. اوكي، في ممكن التوكسوبلازموز كمان دكتور، ممكن في التوكسوبلازموز هو اكثر مرض بجوز ناس بتعرفه بتعرفوش، يعني بيعرفوه هم كمرض اللي بسبب العقم في الاناث، رغم انه هي عباره عن خرافه لا اكثر، واحنا دائما نحكي عنها في البرنامج. نعم تمام. المرض هو بسبب اجهاض في الانثى الحامل، بنتقل، معروف انه بنتقل عن طريق البسس، بس ما بنعرف كيف الطريقه، معظم الناس ما بيعرفوا، بس هي الطريقه كثير بسيطه. هو البس تاعنا اذا اكل لحمه نيه واللحمة كانت مصابة بالتوكسوبلازما، بنتقل للبس تاعنا المرض هذا. أوكي. بيعمل شيدنج أو بيطلع التوكسوبلازما بس مدة 14 يوم. أوكي. لا ممكن 21 يوم طبعاً في الوضع الطبيعي بحياته كلها، يعني لو بسنا أعطيناه توكسوبلازما كل يوم في حياته راح يطلع بس 14-21 يوم، إلا إذا تعرض لمشاكل بتأثر على مناعة البس تاعنا، فممكن لما تنزل مناعته يطلع التوكسوبلازما مرة تانية. أوكي. هلا التوكسوبلازما بيطلع من البس بالطور غير معدي بالبراز تاعه. أوكي. لازم تعرض التوكسوبلازما للهواء مدة 24 ساعة لخمس أيام مشان يتحول من الطور غير معدي للطور المعدي. شوف الطريقة قديش إنها صعبة، إنها ممكن تنطبق، مش سهلة يعني. وأصعب إشي هو آخر جزء، هو لازم يفوت التوكسوبلازما لتمنع عن طريق براز البس. كتير وإشي يعني. كتير صعب. يعني شكرا كثير دكتور. عفوا. انا كثير مبسوط بنوفمبر اليوم، انا وياه لسه موجودين باي ذا واي، عيونه ما شاء الله كثير حلوين كمان ما شاء الله. مستمرين بالفقره انا ونوفمبر، رح نضلنا موجودين هون بالاستوديو، بس رح ننتقل هلا لفقرات ثانيه من البرنامج، خليكم معنا. اليوم نتقلنا من الاستوديو لحتى نحكي عن موضوع كثير مهم، موضوع كثير شائع خصوصا عند الاطفال، اللي هو الوحمات الخلقيه. الوحمات الخلقية عنا إياها نوعين، إما تكون صبغية أو تكون وحمات دموية أو وعائية. طبعاً إحنا بمجتمعاتنا في عنا كتير معتقدات تخص ظهور هاي الوحمات، من إنها الست إذا توحمت عايشي وما حصلت عليه رح يطلع في الجنين، وهاي الوحمات ما بتروح. معنا اليوم زميلي الدكتور محمد الطورة، استشاري أو الأمراض الجلدية وجراحة الليزر، لحتى نحكي أكثر عن موضوع الوحمات الدموية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتورة شادة، وشرفتونا أنت وفريق العمل ببرنامج 7 دكتورز. دكتور احكي لنا اكثر عن الوحمات الوعائيه. هي عباره عن ورم حميدي وعائي دموي، وهو بشكل او ناتج عن توسع بالاوعيه الدمويه او تكاثر بالاوعيه الدمويه الدقيقه. وبالعاده الاطفال لما بنولدوا بيكون هي عباره عن بقره حمراء موجوده على سطح الجلد. دكتور احكي لنا اكثر عن انواع هاي الوحمات ومين اكثرها شيوعا. نتكلم اول شيء عن الوحمة اللي أكثر شيوعاً واللي بتيجي حقيقة بأكثر من 50% من حديثي الولادة، وبتظهر باليوم الأول من الولادة، اللي احنا بنسميها سالمون باتش أو بالعربي اللي هي وحمة سمك السالمون. بالعادة بنشوفها على شكل بقع حمراء باهتة اللون، بالعادة بتكون موجودة على الجبين أو بتكون بين الحاجبين، على الجفن أو على الشف العليا. هاي الوحمة هي حميدية بحتة، فباهتة اللون، ما إلها أي دلالات ولا إلها أي علاج، وبالعادة بتختفي من سنة إلى سنتين. النوع الآخر اللي بتيجي عبارة عن بقعة حمراء برضو باهتة اللون على المنطقة العليا من العنق من الخلف، وهي بسميها بالعالم الغربي عضة البجعة أو الستورك بايت، وهي بالعادة تبقى موجودة لسن متأخر أو ما بعد سن البلوغ، وممكن تبقى إلى الأبد، لكن ما بتشكل أي خطورة وما إلها أي علاج.
والنوع الثاني دكتور اشرح لنا اكثر عنه. هلا النوع الثاني اللي بنشوفه باول يوم من الولاده اللي احنا بنسميه البورت وينستين، هم عباره عن المصطلح باللغه الانجليزيه اللي هو الفاسكولار مالفورميشنز او التشوهات الوعائيه. هون بنولد الاطفال بهاي الوحمه، بتكون وحمه حمراء قانيه اللون موجوده على مستوى سطح الجلد، بالعاده بتيجي على جهه واحده، غالبا ما بتكون موجوده على الوجه او العنق او الاطراف، بتكون منتظمة الحواف. شو مدى تأثيرها على الإنسان نفسه أو على الأعضاء لجسم الإنسان؟ تأثيرها على الأعضاء الأخرى هي حسب الموقع، فإذا كانت هي موجودة هاي الوحمة البورت وينستين، إذا موجودة على الجفن العلوي أو على الجبين، هون ممكن في عنا نسبة عالية ممكن العين اللي بنفس الجهة تتأثر، ممكن يصير في عنا ارتفاع بضغط العين، فيجب تقييم الحالة من طبيب العيون ومتابعتها في المستقبل. برضو إذا كانت ماخذة أعلى منطقة الوجه، يجب أنه تقييم الحالة شعاعياً ومن طبيب الأعصاب، على أساس أنه ممكن يكون في عنا أي شيء علامات دالة داخل الدماغ، فيجب الاستقصائها بشكل سريع وبعمر مبكر. شو وسائل العلاج المتاحة لهذا النوع من الوحمات؟ هلأ العلاج الرئيسي لهذه الوحمات يجب أن يتم بطريقة سليمة وبعمر مبكر جداً، والعلاج هو ليزر. في نوع ثاني من الوحمات كمان لازم نحكي عنه، الورم الوعائي الدموي او ما يعرف بالهيمنجيوما، بالعاده ما بيكون موجود وقت الولاده، يظهر خلال الاسابيع الاولى عند حديثي الولاده، وبعد هاي الاسابيع بيضلوا يتكاثر، فهو بيدخل تقريبا عنا في ثلاث مراحل، مرحله النمو السريع، بعدين مرحله انه بيضلوا محافظ على نفس المستوى، وبعدين مرحله التلاشي. ولكن غالباً هاي الأورام الدموية بتضلها تزيد بالحجم تاعها لغاية تقريباً 80% عبر الثلاث شهور تكتمل الحجم. النوع الآخر اللي هو بيجي عميق ونحن بنسميه كافيرنس هيمنجيومز، وهاي حقيقة هون ممكن تسبب مشاكل للمريض حسب إذا كانت موجودة عند العين أو موجودة قريبة من الأنف، وهاي ممكن تسبب لنا مشاكل، ممكن تتقرح، ممكن تلتهب، ممكن تنزف إذا صار في عنا حسب الموقع اللي هي فيه. هذا النوع من الوحمات له أكثر من طريقة للعلاج، في عنا الأدوية اللي ممكن الواحد يستعملها إن كان بدهونات أو مثلا الأدوية السيستميك إحنا بنسميهم، عنا الليزر، تقدر تشرح لنا أكثر عن هذا طرق العلاج؟ هذا النوع بالذات بالتحديد من الوحمات الدموية إنه حسب تقييم الطبيب للحالة، لأن في وحمات صغيرة ممكن ما تحتاج لأي علاج زي ما حكينا، هي قاعدة العمر وممكن أصلاً بعد عمر معين تختفي تماماً بدون أي تأثير مباشر حتى على سطح الجلد. ولكن في بعض الوحمات الدموية يجب على الطبيب أنه يفهم الأهل أنه لازم يكون في علاج والعلاج مبكر. طرق العلاج هي متعددة، بالزمانات كنا نعطي كورتيزون إما عن طريق إما حقن وإما عن طريق الفم لفترات طويلة، ولا بتعرفي الكورتيزون كيف مشاكله ومضاره على الجسم. ولكن من 10 سنوات حقيقة كان في اكتشاف وبمحض الصدفة بفرنسا بطاقم فرنسي إنه استخدام دواء البروبرانولول، هو دواء تعرفي دكتورة شادي، دواء الضغط يعني هو فعليا، وبمحض الصدفة اكتشفوه وعمل ثورة بعلاج هاي الوحمات الدموية، فصرنا نعطي دواء البروبرانولول لحديثي الولادة والرضع على عمر ما قبل 6 شهور، على أساس إنه إحنا نوقف نمو هاي الوحمات الدموية، وبالعادة تتراوح فترة العلاج حوالي من 6 شهور إلى سنة، وبنسبة حقيقة تجاوب عالي جدا 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 وبأمان عالي. هلأ رح ننتقل لحتى نشوف بعض الحالات المرضية وتطبيق عملي لأحد طرق العلاج، وهو العلاج بالليزر بالبي دي ال. اليوم معنا محمود. محمود أحد المرضى اللي عندهم هاي الوحمات. رح نحكي أكثر عن رحلة محمود في العلاج. محمود كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ محمود احكي لنا اكثر عن الوحمه هاي، قد ايه صار لها عندك؟ صار لها عندي من لما انولدت. طيب كانت تتاثر عليك؟ بتاثر بالشكل. بالشكل؟ وانا بدي اشيلها عشان الشكل. طيب انت هلا عم تتعالج على جهاز الليزر صح؟ صح. قد ايه صار لك عم تاخذ جلسات؟ 10 جلسات. راضي انت هلا عن نسبه العلاج؟ يعني قد ايه بتعطيها نسبه؟ الحمد لله راضي. راضي يعني تقريبا 65%. حلو. هلا رح ننتقل لحتى نشوف تطبيق عملي لجهاز الليزر على وحمة محمود. العلاج بسيط، آمن، متوفر، صار له أكثر من 2 عقدين من الزمن، ممكن بس بده أكثر من جلسة،
وهي الجلسات تقريبا بدنا تقريبا كل 4 أسابيع بدنا جلسة، ونسبة التحسن تفوق 80%. القلب هو من أهم الأعضاء الموجودة بأجسامنا. اليوم رح نحكي عن إشي اسمه atrial fibrillation اللي هو عدم انتظام ضربات القلب، ومعنا الدكتور عماد الجابر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. كيفك؟ دكتور. تمام الدكتور، بتقدر تحكي لنا إيش يعني atrial fibrillation؟ إيش يعني لما بنحكي عدم انتظام ضربات القلب؟ أوكي، هلأ مثل القلب عضو بيختلف عن باقي الأعضاء. القلب هو عبارة عن عضلة، العضلة بيكون فيها تقلصات اللي هي عملية النبض. الشحنة الكهربائية اللي بتوصل للقلب هي تولد بداخله، مو من الجهاز العصبي الرئيسي بالدماغ. يعني القلب هو نفسه اللي بيطلع الشحنات عن طريق الاس اي نود، صح؟ ايوه هو. فالشحنة عم تنتقل من تبدأ بالأذين الأيمن، بتنتقل لنود ثاني وبتوصل للأذين الأيسر وللبطين الأيمن والأيسر، ليصير في تناسق بعملية التقلص اللي هي عملية نبض القلب. في مسار الشحنة الكهربائية ممكن يكون في أماكن ثانية بتولد نفس الشحنة، فبيصير في عدم انتظام. أوكي. ممكن يصير في تسارع، ممكن يصير في تباطؤ، ممكن يصير في عدم انتظام بالنبضات. فهي بيسموها اللي هي atrial fibrillation، اتوقع بالعربي بيسموها عملية الرفة بالقلب. بحس انه عنده رفة. ايوه. طب دكتور بدي اسالك، ايش في عوارض ممكن يحس فيها المريض انه ممكن مثلا انه هو يحس ممكن يكون عندي الاتريال فيبريليشن او ممكن يكون في عندي عدم انتظام بنبضات القلب؟ اهم عارض هو الاضطرابات بنبضات القلب، ممكن يحسها المريض بصدره. او الشغله الثانيه المهمه كثير، عمليه ضيق النفس. بعد فترة لأنه ما بيكون في انتظام، ما في تناسق بين عضلة القلب، بين القلب 4 حجرات، ما في انتساق بين هاي الحجرات في عملية النبض، فبيصير ضيق نفس عند المريض. هم هذول أهم 2. طبعا إذا ما المريض ما تعالج بعد فترة ممكن يصير هي عملية الجلطة الدماغية. 15% من عمليات الجلطة الدماغية هي سببها عملية السبب الأتريال فيبريليشن اللي ما تعالج. أوكي. طب دكتور ايش في اخر احنا كنا قاعدين عم نحكي عن علاجات جديده ومتطوره بخصوص هذا الموضوع، بتقدر تحكي لنا شوي اكثر عن هاي العلاجات؟ اكيد. هي الاتريال فيبريليشن بدنا نحكي انه بيصيب تقريبا 3% من عامه الناس. اول مرحله لعلاجه هو العلاج عن طريق الدواء. بيعطوا دواء بيحاولوا يرجعوه للرتم الطبيعي. إذا صار في فشل في عملية عن طريق الدواء ممكن يعملوا له عملية الشك الكهربائي. إذا صار في ما صار في استجابة أو رجع الأتريال فيبريليشن من جديد بتصير عملية الكي عن طريق القسطرة. هلأ في مرحلة جديدة أنا عندي بالمستشفى من 3 سنين بدينا فيها، اللي هي عملية التعاون بين دكتور كهرباء القلب وبين جراح القلب. بنجري العملية مع بعض ونتائجها ممتازة جدا، يعني على بعد 3 سنين 80% من المرضى ظلهم محافظين على النبض الطبيعي، ما رجع لهم الأتريال فيبريليشن، لأنه مشكلته أنه ممكن أعالجه ويرجع. طبعا الطريقة الجديدة بتكون الدكتور كهرباء القلب عن طريق ماكينة بيسموها أكتوس. هي ماكينة رنين مغناطيسي بتوصل للقلب، بتعطيني وين الأماكن اللي بتعطي النبضات اللي بتعطي شحنات الكهربائية الزيادة اللي بتتعارض مع الشحنة الرئيسية، خلينا نحكيها بطريقة عامية. الجراح القلب بيشوف وين عملية وين هاي الشحنات موجودة، وعن طريق المنظار بدون ما يتم فتح القفص الصدري، دائما عن طريق المنظار عن طريق فتحة على الجانب الأيمن من الصدر بيتم عملية إحاطة للأذين الأيسر للقلب وللأوردة الرئوية، وبيصير عملية الكي خارجيا. عملية الكي خارجيا بتعزل المكان الرئيسي اللي بيعطي شحنة القلب عن باقي الأماكن اللي بتعطي الشحنات اللي بتضايق عملية النبض الطبيعي. فبعد 3 سنين عندنا فولو أب تقريبا 80% من المرضى محافظين على النبض الطبيعي تاعهم. أوكي. يعني هاي عملية جديدة. وفي حالات طيب دكتور إنه
عملوها واستخدموها وفعلا انه مثلا اخذت النتيجه؟ هي اكيد عمليه جديده. ليه؟ لانه عمليه بسموها خريطه ثلاثيه الابعاد للقلب بيعملنا اياها دكتور كهرباء القلب. يعني هو بيعطيكي وين الاماكن اللي تروحي تعملي لها الكي. اوكي. وبتوصلي لها انت عن طريق الجراحه. فهي ميزتها عن العمليات الثانيه. بالاول كان يدخل عن طريق القسطره في اماكن محدده يعني علميا مثبته انها هي اللي بتعطي عمليات الاتريال فيبريليشن، فكانوا يعملوا لها عمليه الكي. لا هلا بيحدد لك يعني زياده دقه بالعمليه الكي. دكتور كهرباء القلب بيعمل لي خارطه. أوكي. ثلاثيه الابعاد للقلب، بيقول لي هنا مثلا هنا عندي اماكن بتعطي شحنات زياده. هنا عندي اماكن بتعطي شحنات ثانيه، فالجراح بيروح وبيعمل لها عملية الكي. يعني هي بترشدني للعلاج اللي يكون أكيوريت 100%، صح؟ 100%. أوكي. وبعد ثلاث سنين مثل ما قلت أول 80% من المرضى محافظين على النبض الطبيعي تاعهم. أوكي. ما رجع لهم الأتريال فيبريليشن، لأن الأتريال فيبريليشن عملية مهمة كتير. يعني عدم انتظام نبضات القلب، الدم بالأذين بيصير يسوي تخثرات. وهي التخثرات بس تطلع بشرايين الجسم. اول شرايين بتطلع عليها اللي هي الدماغ. الدماغ صح. وبتعمل عمليات الجلطه الدماغيه مثل ما قلت قبل. تقريبا 15% من عمليات الجلطات الدماغيه سببها الاتريال فيبريليشن اللي ما تم علاجها. شكرا كثير لك دكتور عماد، انا جدا بشكرك على هاي المعلومات الحلوه. واحنا من هون رح ننتقل من القلب لعند اجزاء ثانيه فيها مواضيع طبيه حلوه ومتنوعه كثير. مرحبا، معاكم دكتور سيف جنان. رح نتكلم عن موضوع غريب فريد عجيب لكن الكل يطبقها بهذه الحياة. سؤال: كم شخص منكم يا حلوين ويا حلوات ويا مميزين ويا مميزات ويا غالين ويا غاليات يدخل إلى غرفة النوم من تكون والدته نايمة أو نايمة في الصالة مثلا، وهيجي يعني بس يشوف دي تتنفس أو لا، الغطاء اللي متغطية به أو الحاف أو الشرشف أو البطانية تصعد أو لا، حتى دي يتأكد إنه الوالدة حية ترزق أو لا، هل الوالدة تتنفس؟ هل الوالدة على قيد الحياة؟ كم شخص بيكم؟ كم شخص كان يعتقد إنه هو الوحيد في الكون اللي يعمل هذا الموضوع، إنه يدخل على والدته ويشوفها تتنفس أو ما تتنفس في غرفة النوم؟ أكيد كثيرين قالوا هذا أنا كنت أسوي هذا الموضوع. عبالك أنت بوحدك كنت تعتقد إنه أنت الوحيد في هذا الكون اللي تفعل مثل هذا الموضوع. خليني أنطيك خبر لهذا اليوم: مليارات وحول العالم يفعلون نفس الموضوع مع أمهاتهم، اللي هو يدخل على رأس أصابعه أو إذا كان حافي عادي يدخل طبيعي ويتأكد، أو شاف الوالدة بالصدفة أنه نايمة بالصالة فيتأكد تتنفس، أي ده يصعد الغطاء وده ينزل. ممتاز، أوكي تمام، ويترك المكان. طيب، بالمناسبة مو شرط أنه نراقب بتنفس والدتنا. أكو كثير مثلا الزوجة تراقب بتنفس زوجها إذا تحبه، والزوج زوجته، أو الأب على أولاده وبناته احيانا يعني في منتصف الليل اللي يستيقظ وهيك يعني يسرق نظره انه ديت يتنفسون ديت يتحرك الغطاء عليهم او لا، او اي شخص احنا نحبه موجود دور مدايرنا، جد او جده او ما شاكل، ذول الناس اللي نحبهم وغالين على حياتنا. نرجع الى الوالده اللي انت طلعت مشترك مع الملايين والمليارات بهذا الموضوع انه يراقبون والدتهم تتنفس او لا. وبالمناسبه اذا كنت فعلا من ذول الناس اترك لي بالكومنتس هنا، ما راح تنزل بالفيسبوك صفحتي دكتور سيف جنان، اترك لي انه اني مشترك بهذه الجريمه الجميله مع الملايين. طيب ليش لازم تليفون بيدي؟ وهذا السؤال إلك، ليش لازم تليفون بيدك؟ قاضين وقت طويل جدا في الفيسبوك وتويتر وانستا وسناب وغيرها من البرامج وغالقين باب الغرفة. سؤال: الفترة اللي انت مجالس بيها مع الوالدة شقد صارت؟ او مع انسان انت تحبه تقضي ساعات طويلة مع الاصدقاء او في الدوام او في العمل، ومن ثم ترجع الى الاصدقاء الافتراضيين الموجودين في مواقع التواصل وحصة الوالدة؟ متى اخر مرة سألتها شنو آلامك، شنو يوجعك، اكو جزء في جسمك بألم، او اوديك الى الطبيب تسولف معها، تسمع همها، تسمع مشاكلها، تاخذها الى التحاليل وتطمن عليها؟ اليوم هدف هذا الموضوع، كل مرة انت تطمن على الوالدة وعلى صحتها، اشجعك انه ثاني يوم
تاخذها الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي. اخر مره شو وقت كانت من وديتها للفحص حتى تتاكد حتى تطمن انه ما عندها هذا المرض الخبيث في صدرها؟ لان اذا مو لان الوقايه بهذا الموضوع توصل الشفاء الى اكثر من 90% اذا تم تشخيصها في مراحله الاوليه. اختم بهذه العباره: ودي والدتك بالعراق او اذهب بها الى مراكز الفحص المبكر او الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لان قد ياتي يوم فعلا تراقبها وما تشوف الفراش او الغطاء يصعد وينزل، يعني راح تكون فارقه الحياه لا سمح الله. الاعمار الطويله لوالدتكم. وصلنا هلأ للفقرة اللي مجاوب فيها على أسئلتكم اللي بتوصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. زيد، شو السؤال اللي وصلك اليوم؟ السؤال اللي أجانا من حنان تسأل: هل التوت البري مفيد لمن يعاني من التهابات المسالك البولية؟ نعم مفيد. هلأ التوت البري كل أنواع التوت مفيدة، بس أحسن نوع اللي هو الكرامبري، وهو عصير توت بري أمريكي. في دراسات عليه ومثبتة علمياً أنه بخفف نسبة الالتهابات بالمسالك البولية للثلث. هلأ كيف بيشتغل؟ هو بيلزق بجدار المثانم البولية من جوا وبيمنع البكتيريا أنها تلتصق بالجدار، فما بتضلها داخل المثانة، بتنزل مع البول. فيفضل أنه الست أو الرجل أو أي حدا عنده التهابات مسالك بولية يأخذ عصير توت بري كرامبري لمدة 3 أشهر بعد أي التهاب عشان يمنع تكراره. الحبوب لها نفس الفعالية؟ هلأ في حبوب، في ساشتس، في عصير بالسوبر ماركت كنت تلاقيه، وفي كمان اللي هو زي الزبيب. والأطفال عادي كمان؟ ولا الأطفال للكبار إذا بحبوا طعمته. مشكلة إنه طعمته شوية مرة، فعادة بحطه مع سكر كتير، فبدك تكون أنت كتير حذر بنسبة السكر اللي بتاخذ منه سكر. السؤال اللي وصلني أنا من مروة. مروة حامل بالشهر السابع، بتقول بنزل عليها شوية مشاحات دم، هذا طبيعي؟ مروة لا، الدم خلال الحمل بشكل عام مش طبيعي. دايما لازم نتأكد من موقع المشيمة، لأنه ممكن تكون المشيمة مزروعة في منطقة أسفل الرحم وهذا بيعمل نزيف، أو انفصال المشيمة. مرات كتير بيكون الدم خارجي وهذا ما بخوف، بس لازم تراجع الطبيب. الطبيب بيعمل عادة فحص بالمنظار، فحص داخلي، بتأكد إنه الدم خارجي ولا داخلي، بعدين لازم يعمل فحص ألتراساوند يشوف وين المشيمة. بمعظم الأحيان ما فيش مشكلة، بس ضروري جدا أي وحدة حامل بصير معها أي نزيف أي خروج للدم تراجع الطبيب. دوري؟ نغم، شو سؤالك؟ مع إنه يعني ladies first، بس أنتوا دائما بتحطوني آخر وحدة. سؤالي سحر بتحكي: يعطيكوا العافية، لو سمحتي البراز أبيض عشو بدل ومغص بطن أحياناً وأحياناً غازات، شو الأسباب وشو العلاج؟ هلأ براز أبيض على الأغلب يمكن قصدها اللي هو pale stools، اللي هو إنه البراز بطل لونه غامق زي المتعارف عليه اللي هو البني، صار لونه فاتح. هذا بندرج تحت مشاكل اللي هو obstructive jaundice. بالعربي شو ساعدنا المصطلحات العربية؟ الاصفرار غير الانغلاقي؟ اصفرار مغلق. هلا هو هذا بده يكون، هلا احنا بنعرف انه المرارة في زي قناة لها، هاي القناة بتصب بقناة اخرى مع القنوات النازلة من الكبد، فممكن يكون في اشي مسكر على هاي القناة، اما حصوة او في كتلة موجودة في هاي المنطقة، او يمكن حتى عند راس جهة البنكرياس، لان كلهم اقراب على بعض. هلا ضروري، انا ما بقدر اعطيك هلا هذا الحكي، في لازم اخذ منك معلومات اكثر من هيك، ولازم تعملي فحوصات. ضروري انك تروحي عند اخصائي تعملي فحوصات دم. اهم من هاي، اهم شيء بهاي الفحوصات هي فحوصات وظائف الكبد عشان نشوف الماده الصفراويه ونسبه وتناسب الموضوع. وسلامتك. شكرا نغم، شكرا زيد. هيك بنكون وصلنا لاخر فقره بحلقتنا لليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا. ضلكم ابعتوا اسئلتكم واحنا بنحب دائما نجاوب عليها. شكرا كثير لكم.